لو احنا بقى حبينا نتكلم على الستريسز والسترينز هنا بقى في الحاله بتاعت فلويدز، بنتكلم على حاجه اسمها هيدروستاتكس. في الهيدروستاتكس هي بنتكلم على ان احنا بدل ما بنتكلم على انه في عندنا حاجه اسمها ستريس، بنتكلم على حاجه اسمها بريشر. البريشر ده عباره عن فورس على الاريا زي ما احنا كلنا عارفين. فالبريشر بيبقى منطقي اكتر لما بتكلم على فلويد، لان هو ده الحاجه اللي نقدر نقيسها في فلويد. عشان نعمل اناليسيس بقى للايكوليبريم على يونت فوليوم في الفلويد دوت، هتخلي في عندي حاجه سهله عباره عن دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زي بالشكل ده كده، لو هنا طبعا اكس واي وزي، ونبتدي بقى نحسب الفورسز عليها ونفترض ان احنا عندنا الايكوليبريم شغال. فالايكوليبريم ده زي ما احنا شفنا قبل كده في ترانسليشنال روتيشنال. طبعا الروتيشن هنا مش شكله مش بيابلاي، لان كل الفورسز اللي عندنا هنا شكلها ما هياش يعني صعب ان انا اتخيل ان هي هتعمل لي روتيشن، لان يعني كلها اول حاجه بتمر بالسنتر بتاع اليونت فوليوم دوت. فمعنى كده لو انا خدت النقطه دي وحسبت عندها روتيشن اكوليبريم، هلاقي ان كل الفورسز بيسكلي الارم بتاعها بيساوي صفر، فما لهاش تورك. لو انا تخيلت اليونت فوليوم دوت، اليونت فوليوم ده هتخيل عندي بريشر من جميع الاتجاهات، اوكي، كل اتجاه، كل السيرفيسز او كل الفيسز بتاعت الكيوب دي عليها كلها بريشر حسب المكان بتاعي عباره عن ايه. اوكي، النقطه بقى في حاجه مهمه قوي. لو انا تخيلت ان انا دلوقتي ده عباره عن يونت فوليوم موجود عندي في فلويد، والفلويد ده يعني ستيل ما هواش بيتحرك، لو انا بصيت على الاتجاه مثلا اتجاه الواي، هلاقي عندي هنا بريشر بي اوف اكس اند واي اند زي، والناحيه الثانيه بي اوف اكس بلس دلتا واي، اكس وواي ودلتا بلس دلتا واي وزي. دلوقتي لو انا بتخيل ان دي عباره عن نقطه في الفلويد، هل في حاجه يعني في الفلويد تخلي ان في بريفرنس ان البريشر ده يبقى متغير عن البريشر ده؟ دي شكل الدنيا سيمتريك، السيمتري شغال، يعني معنى كده ان الاتجاه ده ما يفرقش عن الاتجاه ده في اي حاجه خالص. فمعنى كده ما توقعش ان دي البي اوف اكس اند واي اند زي تختلف على البي اوف اكس اند واي بلس دلتا واي وزي، لازم الاثنين دول يساووا بعض. لو الاثنين دول مش بيساووا بعض ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في عندي هنا دلتا بريشر في اتجاه الواي، فمعنى كده لازم النقطه دي لازم تتحرك، ولو هتحركت يبقى معنى كده ما هياش في الستاتيك ايكوليبريم. اوكي، فمعنى كده في الدايركشن ده لازم السميشن بتاع الاثنين دول يساوي صفر، فمعنى كده دي لازم تساوي دي. نفس الكلام اقوله برده في اتجاه الاكس، نفس الكلام، لازم البريشر اللي هو بتاع بي اوف اكس اند واي اند زي، والبريشر اللي هو بي اوف اكس بلس دلتا اكس واي وزي، لازم الاثنين يساوي بعض عشان ما يحصلش حركه في اتجاه الاكس. الاتجاه الثالث بقى اللي هو بتاع الزي دايركشن، هلاقي ان ده بقى في اختلاف شويه، لان انا عندي هنا بالاضافه للتو بريشرز الموجودين على السيرفيسز بتاعت الكيوب دي اللي هو بي اوف اكس واي ان زي، وبي اوف اكس ان واي ان زي بلس دلتا زي، هيبقى في عندي كمان الوزن بتاع اليونت فوليوم ده نفسه. الوزن بتاعه هو عباره عن طبعا زي ما احنا عارفين عباره عن دنسيتي في فوليوم، والفوليوم بتاعي هنا هو عباره عن دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زي. وطبعا لو بتكلم على فورس، الفورس دي عباره عن الوزن بتاعي، مش الوزن بقى اللي هو الماس بتاعتي اللي هي عباره عن رو في الفوليوم تايمز الجي كمان، عشان اللي هي الجرافيتيشن اكسلريشن اللي هو الجي العاديه بتاعتنا. اوكي، فلو انا عملت البالانس بتاعي بقى بتاع الفورسز في اتجاه الزي، الاقي ان هو مختلف شويه عن بقيه الحاجات التانيه بالايتم ده، الايتم ده هو اللي موجود عندي زياده. اوكي، لو انا بسطت المساله دي شويه، خدت مثلا دلتا اكس ودلتا واي دلتا زي عامل مشترك لان هم موجودين تقريبا في كل الحاجات. اوكي، ممكن احط الايكويشن بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. طبعا هناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ان لو انا خدت دي اللي هو بي اوف اكس اند واي اند زي بلس دلتا زي ماينس بي اوف اكس اند واي اند زي وقسمتهم على دلتا زي، يبقى معنى كده بجيب اللي هي الدي بي باي دي زي، ده عباره عن الديفينيشن بتاع الديريفيتيف. اوكي، وطبعا من هنا لو انا شلت الثلاث ايتمز دول يبقى عندي رو جي بس موجودين عندنا. اوكي، طبعا الكلام ده كله عشان يحصل فيه ستاتيك ايكوليبريم لازم الكلام ده كله يساوي صفر. طبعا يساوي صفر معنى كده ان الايتم اللي بره ده يساوي صفر، او الايتم اللي جوه ده يساوي صفر. لو بصينا الايتم اللي بره ده لا يمكن يساوي صفر، لان ده عباره عن ده الفوليوم، لا يمكن الفوليوم يساوي صفر، انا واخد يونت فوليوم ما هياش نقطه ما لهاش سايز، يعني لازم يبقى لها سايز ونون زيرو. اوكي، ده فوليوم لا يمكن يساوي صفر، فمعنى كده بنتكلم على الحاجه اللي جوه دي لازم تساوي صفر. فمعنى كده لو انا حطيتها بقى كايكويشن هلاقي ان دي بي باي دي زي بتساوي ماينس رو اوف جي. او ممكن لو انا خدت بقى الايكويشن دي وعملت لها انتجريشن، ان البريشر بتاعي بيساوي الانيشال بريشر عند الزي بتساوي صفر ماينس رو في جي في زي. طبعا الايكويشن دي في غايه الاهميه، ان هي ممكن تساعدني ان انا احسب البريشر جوه تحت سطح الميه. مثلا لو انا بتكلم مثلا على البريشر اللي هو على سطح الميه اللي هو البريشر العادي خالص، البريشر اتموسفيريك بريشر هو بي زيرو او بي نوت
اوكي، وتخيلت ان انا بتكلم على عمق مثلا 5 متر، او بلاش عمق 5 متر، عمق 100 متر. ممكن من الايكويشن دي احسب البريشر اللي موجود جوه بيساوي كام. البريشر اللي هو تحت خالص في الزي بتساوي، بس زي بقى هنا هتبقى في الاتجاه اللي هو النيجاتيف، يعني زي هتبقى ماينس 100 متر. فمعنى كده لا ان البريشر هيزيد طبعا جامد جدا بالفاكتور دوت كل ما انا نزلت تحت سطح الميه.